أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة نظام حديث 2021، أهلا وسهلا بكم في أول حلقات من حلقات شرح منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي. معاكم مع بعض من خلال قناتكم هنذاكر إنجليزي، هنبتدي نشتغل ونشرح المنهج على أجزاء بيتكونوا من 32 حلقة أو 32 جزء بطول السنة. كل يونت أو كل وحدة من الوحدات هتكون بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم الفوكابلوري أو الكلمات، وفيها هنقرأ مع بعض كتاب المدرسة وهنطلع الكلمات المهمة الموجودة، وكمان هنتكلم عن اللانجوج نوتس وإيه الاختلاف ما بين الكلمات وبعضها والتشابه ما بين الكلمات وبعضها. أما الجزء الثاني فهيكون عبارة عن شرح لقواعد اللغة الموجودة في اليونت ده، بالإضافة إلى فيديوهات تانية كتير هتكون بتختص بالرايتنج والترانسليشن وكمان بالستوري بتاعتنا. عارفين كلنا إن النظام اتغير، وعارفين كلنا إن النظام الحديث بيعتمد على الفهم، ودي ميزة مهمة جدا في اللغة، إن اللغة بتعتمد على أربع مهارات أساسية ومهارة كبرى. المهارات الأساسية هما reading, writing, listening and speaking، تحدث وكتابة واستماع وقراءة، وكمان كل دول بيتشالوا في بوتقة واحدة هي الunderstanding اللي هي الفهم. فمن خلال المنهج بتاعنا اللي احنا نشرحه مع بعض هنحاول ان احنا نقدم لكم خدمة كويسة جدا جدا بتكون بتفت حضراتكم افادة كاملة. تعالوا نبتدي النهاردة بأول يونت 1 والجزء الأول منه اللي هو جزء الفوكاب، والنهاردة هنقرأ الباسج بتاعت يحيى حقي وهنطلع منها الكلمات الجديدة وهنطلع اللانجوج نوت بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. secondary 3 ثالثة ثانوي النظام الحديث يونت 1 وبنختص ب reading and vocabulary. دي قطعة الباسج الموجودة عندنا في الكتاب، والكلمات اللي باللون الأحمر دي هي الكلمات المهمة اللي حضرتك المفروض تستفاد منها وتذاكرها وتكون بتحفظها كويس. يحيى حقي was one of the pioneers. Pioneers يعني الرواد of modern Egyptian literature. هو واحد من رائدي الأدب المصري الحديث. As well as being an important writer, he was an expert on Arab culture. وبالإضافة إلى أنه هو واحد من الكتاب المهمين جدا، هو كان خبير في الثقافة العربية. As well as زي ما احنا شايفين بيجي وراها verb ing وهنشوفها كمان مرة واحنا بنقرأ. يحيى حقي was born in 1905 in سيدة زينب district. والديستريكت هي منطقة، والسيدة زينب district هي منطقة السيدة زينب of Cairo في القاهرة. He graduated in law، تخرج من القانون في القانون. And worked for a short time as a lawyer، واشتغل فترة قصيرة كمحامي. In 1929 he began his career as a diplomat، ابتدى سلكه الوظيفي كدبلوماسي. And he worked abroad for more than 20 years، واشتغل لمدة 20 سنة برا مصر. The time he spent in France, Italy, Turks and Libya gave him experiences. الوقت اللي قضاه في فرنسا وإيطاليا وتركيا وليبيا اداله خبرات. He later used in his writing، وكمان استخدم الخبرات دي في كتاباته. At the same time as he was working, Haki was also writing story. في الوقت اللي كان بيشتغل فيه كان يحيى حقي كمان بيكتب قصص. His first short story، أول قصة كتبها، published in 1925، اتنشرت سنة 25.
established him ورقته أسسته as one of the greatest short story writer إنه واحد من كتاب القصة القصيرة العظماء of the Arab world. حقي always wanted to help poor and disabled people. كان حقي دايما عايز إنه يساعد الفقراء ويساعد ذوي الهمم أو الناس اللي هم ليهم احتياجات خاصة. He had to go to hospital after an earthquake in Cairo. بعد زلزال القاهرة كان مضطر إنه يروح الهوسبيتال المستشفى. But he gave his bed to a poor person. لكن ادى السرير بتاعه لشخص فقير who he thought needed it more. لأن يحيى حقق كان في الوقت ده شايف إنه الشخص الفقير ده محتاج جدا السرير ده عنه. In 1955 he wrote a collection of short stories about the poor and disabled which won an important prize. كتب مجموعة collection هنا يعني مجموعة من القصص القصيرة عن الفقراء والذوي الهمم وكسبت القصص دي جائزة مهمة. Another of his stories, The Postman, واحدة من قصصه الثانية هي رجل البريد, was made into a film, ودي اتحولت لفيلم. حقي wrote in a new way about Arab society, وكتب بشكل جديد عن المجتمع العربي and customs وعادات المجتمع العربي. In the 20th century, في القرن العشرين. Haqqi was also interested in the Arab language and he developed a new style of writing which is respected today. بدأ يهتم باللغة العربية ويطور developed هنا يعني طور نظام style نظام جديد في الكتابة اللي دلوقتي بيعتدى به. As well as writing قررت مرة تانية هيجي وراها ING His own novels and short stories, Haqqi also translated Russian, French, Italian, and Turkish literature into Arabic. Translated into, يعني ترجم الأدب الفرنسي والروسي والإيطالي والتركي إلى اللغة العربية. He was a very strong believer, هو كان مؤمن جدا, in the power of education, في قوة العلم. أو التعليم and supported many young Egyptian writers ودعم كتاب مصريين صغار. حقي died in 1992 مات سنة 92 but is still thought of as the father of the modern short story إن هو أب القصة القصيرة الحديثة and the novel in Egypt والقصة في مصر. تعالوا نعرف الفرق ما بين make و do. تصريف make في الماضي made التصريف الثالث made وتصريف do did done. make بتيجي مع مجموعة من الكلمات محتاجين ان احنا نبص عليها كل يوم بحيث ان احنا بالممارسة كده اول باول نكون حفظناها. make a decision والترجمة بالعربي موجودة قصاد حضرتك. make a mistake make a difference to يحدث اختلافا فيه. make arrangements make up هنا يعني مكياج او تشكيل او اختراع. make a suggestion make parts make a speech يعني يلقي خطبة. make use of يستغل. make sense يعني يعطي معنى. make the bed make noise make a deal make richer make someone richer مثلا يعني يجعل شخص غني. make a name for يعني يصبح مشهور. make friends يعني يكون صداقات. لسه في لميك لستة تانية بس نقرا ديت كمان بالمرة. do research يكون بعمل ابحاث. do an operation do a transplant do a test يعني يقدم امتحان. do the washing up do homework do a favor يعني يبدي معروف. do wrong do his best يعني يفعل ما بوسعه. do well do without يعني يستغنى عن. do a report on
do the design, do exercise, do repairs يعني يصلح, do studies يعني يعمل دراسة. نكمل بقية الليستة بتاعت make do with يعني يرضى به, make recommendations يعني يقدم توصيات, make هنا بتيجي بمعنى become أو be يصبح, make بيجي وراها object plus infinitive يعني يجعل, يعني مثلا make me feel happy يجعلني أشعر بالسعادة, make things يصنع الأشياء, make the table يصنع مضادة, make an advertisement يصمم إعلان, make a poster, make a plan. بقية الليستة بتاعت do a job, do customs يعني يقوم بعمل عادات, do a sport, do a survey يقوم بعمل استبيان, do things, do experiments, do duty يؤدي واجبه, do judo يمارس رياضة, أي رياضة قوية عنيفة نستخدم لها الverb do, do in office يعني يعمل في مكتب. تعال نشوف اللانجوج نوتس بتاعتنا المتعلقة بالريدنج وبجزء الفوكابلري الموجود في اليونت. Publish, come out, spread. Publish يعني ينشر في مجلة أو كتاب, ودي بتبنى للمجهول. Come out يعني تصدر أو يصدر, ودي لا تبنى للمجهول نهائي. Spread يعني ينشر أو ينتشر, وده بينشر مرض أو بينشر خير أو مرض بينتشر. تعني نقرأ الكلمات. His novel أو his first novel was published in a magazine, نشرت قصته الأولى في مجلة. His first novel came out يعني صدرت in a magazine. The blood has spread in my village, especially among children. His first short story published in 1925, published in يعني نشرت في سنة 25. لاحظ في المثال الأخير أن كلمة published استخدمناها كتصريف ثالث بدل من ضمير الوصل, وفعل والفعل اللي هو بتاع verb to be هو was aware, والجملة أصلها هنا إيه؟ His first short story which was published, بس أنا استغنيت عن which was فقلت published على طول. لا يجوز استخدام came out بدل published في جملة زي الجملة اللي فاتت دي, لأني طبعا come out زي ما قلنا هي لا تبنى للمجهول. إيه الفرق ما بين الكلمات اللي قصادنا دي؟ experience كverb, experiment, expertise. Experience هنا خبرة, ودي uncountable noun اسم لا يعد. Experience كverb أو كنون يعني يجرب أو بتيجي بمعنى تجربة حياتية, وهنا ممكن أقول experiences زي ما قرينا في القطعة بتاعة يحيى حقي. Experiment يعني تجربة معملية, ودي ممكن أجمعها. Expertise خبرة في مجال محدد زي خبرة مهنية أو خبرة علمية أو خبرة طبية, وده اسم برضو لا يعد. تعال نقرأ الأمثلة. Old people who retired from work have a lot of experience. الناس اللي طلعوا على المعاش وسابوا أشغالهم عندهم خبرة كبيرة. Traveling abroad gave him a lot of experiences that he later used in his writing. هنا ادت له تجارب حياتية. Students always do experiments in their science lab, ودي تجربة عملية. We have the expertise to help you run your own business, وده حد عنده خبرة في مجال معين مهني هيساعدك في البيزنس بتاعك. كلمات اللي قصادنا دي mixture of, خليط من أشياء غير متجانسة, ودي ما بيحدث ما بينهم تفاعل كيميائي. Collection of, مجموعة من الأشياء اللي شبه بعضها. Combination of, اتحاد أو دمج أو مزيج من. Compound ده مركب كيميائي. Component يعني مكون أو عنصر من مركب. تعال نرى الأمثلة.
mix the eggs, flour and butter, put the mixture in an oven. هنا الميكسر ده الخليط ده مش بيتفاعل كيميائيا مع بعضه. I have a good collection of books. أنا عندي مجموعة من الكتب. دي مجموعة كتب، دي مجموعة متجانسة أو متشابهة. The film is magnificent. Combination of drama, dance and music. الفيلم كان اتحاد رائع من الدراما والرقص والموسيقى. Hydrogen is a component of all organic compounds. الهيدروجين هو مكون أو عنصر من مركبات الكيميائية كلها. Every day ما بينها مسافة، ما بينها داش يعني أو مسافة، و every day على بعضها. كل يوم every day في مسافة ما بينها، و every day ما فيش مسافة يعني يومي أو يوميا. I have no fixed routine. عفوا، أنا ما عنديش روتين معين. Every day is different. كل يوم بيكون يوم مختلف. His story is not about everyday life. قصته مش عن الحياة اليومية. It's a fictional story. تعال نرى أول جزء هنا. Expert on يعني خبير في مجال عام. Expert in يعني خبير في تخصص معين زي التدريس. Expert at يعني خبير في نشاط. والأمثلة اللي بتبين ده. He is an expert on modern literature. هو خبير في مجال عام اللي هو الأدب الحديث. He is expert in modern novel. هو خبير في تخصص القصة الحديثة. Expert at making stylish shoes. هو خبير في نشاط معين. Custom, habit, tradition. Custom يعني عادة شعب. Habit يعني عادة فرد. Tradition يعني تقليد مرتبط بحاجة قديمة. It is an Egyptian custom to eat كنافة in Ramadan. دي عادة شعب ان احنا ناكل كنافة في رمضان. Biting your nails. تقرأ ضوافرك is a bad habit. دي عادة شخصية سيئة. It is a global tradition. تقليد دولي او عالمي. To wear black. انك تلبس اسود as a symbol of mourning كدليل على الحزن. روتين وريد تيب. روتين يعني روتين يومي. ريد تيب روتين حكومي. I don't have a fixed routine. Every day is different. I hate the red tape of official rules. أنا بكره الروتين اليومي بتاع القوانين الحكومية أو القوانين الروتينية. That seem more complicated than necessary. اللي بتبان ان هي مش ضرورية لكن معقدة. Arab يعني عربي مرتبط بالعرب. Arabic خاص باللغة العربية. Arabian خاص بشبه الجزيرة العربية. Arab people like writing Arabic poetry. الناس العرب بيحبوا يكتبوا شعر عربي. I like to study Arabic literature. أحب أدرس الأدب العربي. عمان and Saudi Arabia are two Arab countries in the Arabian Peninsula. Peninsula اللي هو شبه الجزيرة العربية. The poor, the rich, the young, the disabled, the blind. لما بحط ذا قبل الصفة للعاقل فده معناه ان انا بعني كل الناس الفقراء. مثلا the poor هنا معناها poor people. The rich يعني كل الناس الاغنياء. وبيجي بعدها الفعل جمع. يعني مثلا poor people are. The poor are. ماشي. Poor people are in need of rich people. The poor are in need of rich people. اخر حاجة معانا هنا. Insist on يعني يصر على. Insist that يصر أن persist in يصر على. بيجي قبليهم subject لكن insist on و persist in بيجي وراهم verb ing وبعديهم بيجي النون. لكن insist that بيجي وراها subject infinitive should plus infinitive.
تعال نقرا الاكزامبلز عشان نفهم اكتر. He insisted on going to the dentist alone. Insisted on وراها ing هنا او ممكن احط مكانها noun يصر على. My publisher insist that هنا بيجي وراها جملة كاملة. I send everything هنا بجيب المصدر as an email attachment. The criminal persist in denying all the charges. وبكده يبقى احنا عرفنا ان insist on بيجي وراها verb ing او noun. Persist in verb ing او noun. Insist that من غير preposition بيجي وراها جملة كاملة بس subject بيكون وراه المصدر أو بيكون وراه should والinfinitive. وبكده نكون خلصنا أول جزء في الوحدة الأولى من وحدات الصف الثالث الثانوي نظام حديث. الجزء ده خاص ب الفوكاب او الكلمات واللانجوج نوتس المرتبطه بالكلمات. نذاكر كويس الجزء ده ونتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه وناخد النوتس بتاعتنا. بعد ما بنخلص الجرامر ان شاء الله يكون في فيديو مراجعه على الوحده الاولى. شكرا لكم جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان كل درس بينزل هيكون بيوصل لكم. دروسنا تنزل مرتين اسبوعيا. تابعونا ومع السلامة. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة.